هتتعود هتتعود. تعود ايه؟ احنا مش هنكمل حياتنا هنا، مستحيل. لا بس انت طلعت اجنن مني. اكيد يعني بصراحه كنت هتجنن واشوفك. طب وشغلك ايه ده؟ ما قلتلكيش انا خدت اجازه. بعدين كلميني بقى شويه عن الحلاوه، يعني المصحات بتخلي الواحد حلو قوي كده. عارف اول مره احس ان انا بتنفس من ساعه ما جيت هنا؟ يا بالدرجه دي؟ اهلك طبعا مش طايقني صح؟ حبيبي اهلي مش طايقني انا شخصيا. وبعدين في حد ما يحبش القمر؟ انت مالك النهارده في ايه؟ ايه مالي يعني؟ ايه يا رؤى؟ واحد عاقل فجاه دخل مستشفى المجانين، عايزاه يقول كلام عامل ازاي يعني؟ كلام مجعلص بقى، الكلام العقلاني قوي ده. مش قوي كده، لا قوي قوي جدا على فكره. اقول لك على حاجه بصراحه؟ انا عجباني الناس هنا قوي. بصي كل واحد بيجنن مع نفسه، محدش ليه علاقه بالتاني ولا حد باصص للتاني. انما بره بيصدقوا يقفشوا الواحد غلطه. عشان اقول لك بص المجنون اللي هناك ده. بس المشكله لو اكتشفوا انك عاقل بقى. لا ما يكتشفوا، هم لسه شافوا حاجه، دول لسه هيشوفوا بقى فعلا الجنان على حق. طب تعالى اوريك حاجه. تعالى يا رؤى مش كده بجد. تعالى بس. راحه فين يا رؤى؟ ملوكة عشان ما تقوليش عليا مجنون. بصي حسين فعلا كويس كويس. ملوكة أكتر واحدة برتاح معاها هنا. تمام، عامة فرصة سعيدة جدا. مش دلوقتي مش دلوقتي. مالك مجنونة ولا ايه؟ لا طبعا. امال مالك؟ انت كانت اعقل مني ومنك، بس معرفش ايه اللي بيحصل له هذا. تعالي تعالي تعالي. شفتي بيحبني قد ايه؟ يعمل نفسه تعبان ويدخل مصحة نفسية وياخد اجازة من الشغل عشان يفضل جنبي؟ شفتي طيب وحنين ازاي؟ ملك انتي مش معايا اصلا، وانا كل ده بكلم نفسي. ادخل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا وليد. كنت بس حابب اسال حضرتك سؤال، هو مالك بتاخد ايه؟ تسال ليه؟ بسال علشان هي اصلها بتشتكي من الدواء اللي بتاخده، بتقول ان هي بتسمع اصوات طول الوقت، وده ما كانش بيحصل من اول ما جت المستشفى. ما انا عارف دي حالتي يا دكتور وليد، وانا عارف بروتوكول علاجها كويس قوي واثاره الجانبيه عليها. ايوه يا دكتور انا عارف انك عارف، بس لو تسمح لي يعني انا شايف انه في حاجه غلط بتحصل في علاج ملك. نعم. انا قصدي اقول لك انه الحاله ما بتتحسنش الا لم تكن بتتدهور، ومتهيألي يا دكتور يعني على حسب ما انا شايف انه حضرتك مركز معاها شويتين على الدواء بس، في حين انه حضرتك عارف انه العلاج النفسي مهم جدا عند المريض. الزم حدودك يا دكتور وما تنساش نفسك. انا هيبقى لي كلام تاني مع الدكتورة عايدة. اتفضل. اتفضل. اوكي. اهدى بس يا دكتور مجدي وفهمني ايه الموضوع بالظبط. اهدى ازاي بس يا دكتورة؟ ده بيتعامل معانا كأنه مدير المستشفى. معلش. وليد عنده حماس كبير للشغل معانا هنا في المستشفى، ده غير انه عنده رغبه انه يتعلم من الكل، عشان كده هتلاقي اسئلته كتيره شويه. وبعدين يا سيدي كلنا كنا كده واحنا قده. لا اسمحي لي يا دكتور،
احنا كنا بنحترم اساتذتنا وبنتعلم منهم، مش جاي واحد ابن امبارح عايز يحاسبني ويعدل على شغلي. لا انا طبعا ما اسمحش بكده، ولا دي كمان طريقتي في الشغل، ده غير ان كفاءتك كدكتور ما تسمحش بكده برضو. ميرسي يا دكتوره، ده عشمي برضو. اشرب بقى قهوتك عشان ما تبردش. طيب ممكن اعرف انت ناويه تعملي ايه معاه بالظبط؟ ده شغلي انا بقى. بس بعيدا عن خلافك انت والدكتور وليد، انا كنت حابة اعرف يا ملك بتاخد ايه بالظبط. ايه انا كمان بنت امبارح ما ينفعش اعرف بروتوكول علاجها ولا ايه؟ لا العفو، انا هجيب لحضرتك الفايل بتاعها عشان تشوف هي بتاخد ايه بالظبط وليه. تمام، بعد اذنك. اتفضل. انت ازاي ما تقوليش ان اعراض الدواء بقت ظاهره على الملك كده؟ انهي دواء بالظبط يا دكتور؟ انت غبيه ولا بتستغبي؟ الدواء بتاعي اللي انا بعمل عليه بحث، ازاي ما تقوليش ان في اعراض كبيره ظهرت عليها؟ عموما ابي قلل الجرعه شويه، بدلها يوم اه ويوم لا بدل كل يوم. اتفضلي. بقول لك ايه، لو في حاجه جديده ظهرت عليها يبقى بلغيني فورا، مفهوم؟ حاضر يا دكتور. والله انت المفروض تكون مكان ملك وانا اديك الدواء بايدي. ده ايه القرف اللي الواحد عايش فيه ده؟ جبت لي توتر يا اخي. فاديه فاديه، انت ماشيه تكلمي نفسك؟ انا حاسه ان يوم عن يوم المجانين بتزيد في المستشفى دي. حاجة طب حاسبي حاسبي على نفسك لا تحصليهم. بعد وفاة مراتي الله يرحمها كان كل همي وخوفي على أدهم ابني، كنت بخاف عليه من كل حاجة، من الشارع، من النادي، حتى من صحابه، لدرجة إن أنا بدون ما أشعر لقيت ببني حواليه سور عشان دايما تبقى تحت عينيا وراقب كل تصرفاته. بس للأسف بقى ساعتها ما كنتش عارف ان انا بنكد عليه عيشته. وبعدين في يوم من الايام لقيته بيصدني وبيرد عليا لدرجه ان هو قال لي انت اسوأ اب في الدنيا وبتمنى اليوم اللي اسيب لك فيه البيت. ساعتها انا اتصدمت، ما بقتش مصدق وداني، هو ازاي بيقول لي حاجه زي كده؟ هو مش عارف قد ايه انا بحبه وبخاف عليه. بس للاسف بقى طلعت انا اللي غبي وما بفهمش اي حاجه.